السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. جزء كبير من التليفونات اللي بتجينا للبرنامج بتكون مشاكل زوجية. الحقيقة لما ركزنا كده في إجابات الشيخ أحمد للستات اللي بتتصل، لقيت أنه إجابات كثير منها بتحمل البيت وبتحمل البنت جزء من المسؤولية باختياراتهم الخطأ من البداية. عشان كده هنتكلم عن كيفية اختيار الزوج، يمكن ده يبقى جزء من الحل. احنا بنرحب بضيفنا الشيخ احمد الملكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. بس كلمة الزوج تطلق على الذكر والانثى. الزوج تطلق على الذكر والانثى. واخده بعض؟ فاحنا هنتكلم على الاثنين برضو، يعني مش انها هركز عن الزوج النهارده بس، يعني هركز على الاثنين دلوقتي. اختيار الزوجه لجوزها واختيار الزوج لمراته. هنتكلم يعني خلينا نقول نتكلم عن ضوابط الاختيار. الاختيار اسس الاختيار. او نقول لهم ما تتجوزوش اصلا. الاريح. امبارح كنت عامل بث مباشر على الصفحه بتاع بيت دعاء، وكنت دايما بقول يعني قعدت امبارح في مشكله تقريبا حوالي 4 ساعات، فبنحل في المشكله او نسمع المشاكل الخاصه المتعلقه بالزوجين. فانا بقول يا جماعه يعني حتى القران الكريم من ضمن الاشياء الطريفه، يعني هو ربنا قال فعظوهن وهجروهن واضربوهن، صح؟ فعظوهن خلاص. طيب وبعدين الهجر؟ قال وهجروهن في المضاجع. طب ما ينفعش قال واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال ده للزوجة، يعني هو بيتكلم ده عن الزوجة وبيقول للزوج الكلام ده. مفيش حاجة عن الزوج. يعني المرأة الناشز، مفيش زوج ناشز؟ مفيش خالص. طبعا في زوج ناشز. طب نتعامل معاه ايه؟ هنتعامل معاه بالتلاتة دول، اللي هو الوعظ ثم التهديد ثم الضرب. يعني هتضربه؟ لا، ما احنا يعني لا الزوج هيضرب زوجته، لا الزوج يضرب ولا الزوجة تضرب. بس لا، تضرب ازاي بقى؟ هتضرب بالقانون وبالقضاء. وده الشرع الشريف يتكلم الكلام ده وقاله، وده موجود في الفقه الإسلامي. فكنت بتكلم في المسألة دي والخطوات، تأديب إذا كان الزوج ناشزا. يعني احنا دايما نتكلم على نشوز الايه؟ الزوجة. طب والزوج هنا بقى لما نيجي نتكلم على قضية حسن الاختيار، الأصل أنا بعمل أسرة، والأسرة دي لبنة صغيرة جدا في المجتمع، وهي أساس المجتمع. يعني أساس المجتمع أسرة جنب أسرة جنب أسرة، بنكون دولة، بنكون أمة. المجتمع اللي احنا عايشين في ده لو صلحت الأسرة دي بيصلح حال المجتمع، لو فسدت بتبدأ يدب الفساد في المجتمع. وإحنا محتاجين إن الصلاح هو اللي بيسود المجتمع مش الفساد. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. إن أنا لازم أتخير وانا باجي اتجوز كده، فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده خلي بالك البذره اللي هتحطها دي تحطها الام شكلها ايه، وانت كذلك الامر هتختاري البذره اللي هتكون في الرحم بتاعك. لازم تعرفي دي طاهره ولا مش طاهره، الانسان ده صالح ولا مش صالح، خبيث ولا مش خبيث. فده اول حاجه. الحاجه الثانيه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا انت عارفه الايه اللي هو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الحاجة اللي بعد كده، أنا لما اختار المرأة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله كما قال الله عز وجل. سيدنا النبي قال شرط مهم جدا في قضية الاختيار. إيه يا رسول الله؟ أنا عندي معايير الاختيار، معيار خاص بالدين ومعيار خاص يا أستاذة دعاء بالقبول. والقبول ده نحط تحتيها كده حوالي 5 معايير. المعيار الأولاني ده اللي هو الدين، وعلى طول في الجزء الثاني اللي هو الخلق والأمانة. خلاص، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يتكلم على قضية المرأة، المرأة هو بقى أنا يا جماعة أختار واحدة ست هتكون زوجة ليا، سيدنا النبي بيقول تخيروا لنطفكم، وبعدين أشوف النسب ده نسب طاهر ولا مش طاهر، ناس صالحون ناس صالحين ولا مش صالحين. وبعدين عندي حديث كده بس مش حديث، يعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث أبدا، ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم قال هو حديث موضوع، اللي هو إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هو معناه صحيح لكن ده ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بيقول الاختيار بيكون إزاي بالنسبة للزوج، هختار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع حاجات. أول حاجة لمالها،
لحسبها، ده مهم جدا، لجمالها، لأن ربنا قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن نظر إليها سرت، فمالها وبعدين حسبها جمالها، وبعدين قال سيدنا النبي ولدينها فاظفر بذات الدين تربية. طب الدين هنا خاص بالزوجة، طب والزوج برضه لازم يكون عنده دين طبعا. النبي يحط الدين في ده وده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا طبعا. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير. الفساد الإيه؟ اللي هو الفساد في التربية، الفساد الناشئ في تربية الأولاد، في الأخلاق، فتبدأ الأسرة تتفسخ يا أستاذ دعاء، وتبدأ تتفكك، وبعدين إحنا قلنا ده أصل المجتمع، وبالتالي ده ممكن يندرج على المجتمع. عشان كده سيدنا النبي يقول خلي بالكم ما تكونوش أنتوا سبب في الفتنة دي، فتخيروا الاختيار الصحيح. واحد بيقول لسيدنا عمر أي المال خير نتخذ يا أمير المؤمنين أو يا عمر، فقال له لا استنى كده أسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح لسيدنا النبي فقال النبي ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا، ده أفضل أموال، وقلبا شاكرا، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. يبقى من الزوجة جاية تربي الدنيا عليه، بس هي جاية بتعينه على أنت ما صليتش النهاردة، طب تعالى نصلي جماعة، طب أخبار الدنيا إيه، الصلاة، الاستغفار، طلعت زكاتك ولا ما، فتعينه على أمر الإيه، على أمر الآخرة. طيب معنا تليفون مستنينا، وتليفونات من أول حلقة، وناخد أول تليفون. بيلا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا مدام دعاء. أهلا يا حبيبتي، إزيك، اتفضلي. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك ان انت متالقه على طول، وكمان يعني عايزه اشكر الشيخ احمد على كل حاجه بيقدمها للناس كويس. الله يحفظك يا رب. الله يخليك. انا بس كنت عندي استفسار وكنت عايزه اسال حضرتك عليه. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا كنت متجوزه من حوالي 7 سنين، وجوزي كان راجل كويس ومحترم ومتدين ويعرف ربنا وبيصلي وما بيسيبش فرض. انا كان عندي مشكله ان اخويا ما كانش موافق عليه. فاحنا يعني قررنا ان احنا نتجوز، واتجوزنا فعلا وكده. كان في مشاكل عاديه زي اي اتنين متجوزين، كان دايما بيمد ايده وكان بيضرب. فكنت بعدي واقول معلش ما ينفعش، اقعد اتكلم معاه لو في مشكله او في حاجه. فجت في فتره لقيت اخويا بيتفق مع اهلي لا لازم تتطلق منه، ما ينفعش تعيش معاه، يا اما هنحبسه. فانا علشان خايفه عليه انا اللي طلبت الطلاق، انا كده بحميه، انا مش عايزاه يتاذي بسببي ولا بسبب اهلي. هو طبعا كان مستغرب جدا رد فعلي، انت ليه عايزه تطلقي، انا ما عملتلكيش حاجه. ما عملتلكيش حاجه ازاي يعني؟ هو يضربك وانت تتهاني وتسكتي وتدافعي عنه، هو ده صح؟ لا والله بصي هقول لحضرتك حاجه، لا هو ده مش صح طبعا، بس يعني كان ممكن يبقى فيه مشكله او في حاجه او متضايق من الشغل او اي حاجه، فكنت اقول معلش يعني. في حاجه اسمها كده يا بيلا؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها كده، بس انا كنت لسه متجوزه، انا يعتبر عروسه. ماشي. يعني هو ضربني من اول يوم ما اتجوزنا فيه، يعني حاجه غريبه بصراحه. هو واهلك يعني رد فعلهم صح؟ ما هو كرامتك ولا انت عايزه؟ لا 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 انا عندي كرامه طبعا وكل حاجه، هم صح بس طبعا. انا قصدي يعني ما تحطيش في ان مثلا عشان اخوك من الاول، عشان حاسه كده معنى كلامك ان عشان اخوك من الاول هو كان رافض فهو كانه وقف له. هو اخوك ممكن يكون كان رافض عشان عارف اخلاقه من الاول مثلا، وانت ما سمعتيش كلامه فهو طلع صح. مش معنى ان هو طلع صح، انا فاهمه ان هو ممكن يكون طلع صح، بس انا هو فعلا طلع صح. انا برضو كنت يعني كان ممكن يقعد يحل المشكله من غير ما يقول انا ممكن احبسه. انت حضرتك فاهمانه انا قصدي ايه؟ يحبسه ازاي يعني؟ يعني كان عايز يلبسه مصيبه ويحبسه عشان خاطر يطلق، يعني يعملوا له محضر ان هو ضربها مثلا. لا مش قصه ان هو ضربني، هو كان عايز يدخله في قصه تانية، اللي هو مثلا يا اما يتبلع عليه ان هو مثلا بيعمل اي حاجه عشان يحبسه، يا اما يطلق عشان هو مش قابله. صح، عشان هو مش قابله. مش عشان كده غلط. فانا كنت برضو يعني في نفس الوقت مش عايزه اجي عليه، وطلبت الطلاق. طلبت الطلاق. وكنت بقى لسه في الاول ما خلفتيش ولا حاجه؟ لا ما خلفتش. طيب كويس. وبعدين فانا كنت عايزه اعرف بس من الشيخ، هو اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ إن الكلام ده حصل من 7 سنين. من 7 سنين. وما اتجوزتيش بعدها لسه؟ لا ما اتجوزتش بعدها، وهو كان بيحاول يرجع وانا ما كنتش بوافق. تمام. ما بتوافقيش ليه بقى؟ ما بتوافقيش ليه؟ ما كنتش بتوافقي علشان برضو لسه لحد دلوقتي في احتكام بينهم هما الاثنين، بين الطرفين، بين اخويا وبينه. ايوه. ولكن وانت بالنسبه للعرسان اللي بيقولك لسه ما جالكيش يعني حد تقتنعي بيه او كده؟ لا خالص، كل اللي كان بيجي يا اما سنه كبير، يا يعني اما مثلا في تعدد زوجات، فانا برضو مش عايزه كده. انت اتجوزتي قد ايه، كام سنه؟ اتجوزت كام سنه؟ هم حضرتك 3 شهور بس. 3 شهور؟ ده انت من الاول. 3 شهور بس.
ماشي. فكنت عايزه اعرف بس من حضرتك يا شيخ، هو انا كده غلطانه ولا انا صح؟ ماشي يا حبيبتي. هي بتقول لك بتتضرب من اول يوم كانت عروسه فيه. هي القضيه بقى خلينا حاجة يعني ناخدها لحاجتين. لا لا خلينا هختلف معاك في النقطه دي، خلينا ناخدها حاجتين اتنين. ماشي. الحاجه الاولى اللي الضرب، واحنا ضد الضرب طبعا. خلاص، بس مش عشان ضرب من اول مره فبطلب الطلاق في اول 3 شهور. مش من اول مره، بتقول لك من يوم ما اتجوزت بتتضرب. يعني هو ينفع واحده عروسه تتضرب؟ ينفع تقعد 3 شهور؟ انا ضد الضرب اصلا قولا واحدا، انا ضد الضرب. فعشان واللي هو قال بس اللي انا مزعل، بس لا انا هقول لك بس حاجه، انا اللي زعل ان ممكن البنت او الست تتعامل على ان دي حاجه عاديه. لا هي مش حاجه عاديه. طيب تمام، خلينا بس اخد شقين بس يا دعاء. هي النقطه اللي انا الاهم، انت بالنسبه لك لو بنتك جت قالت لك اصل انا عريسي ضربني من اول يوم، هتسكت؟ هروح اضرب اختك؟ لا يمكن. لو بنتك ولا اختك ولا، اسمعيني بس، انا ضد الضرب اولا طبعا، ولازم هي انا عارفه كويس قوي، انا قصدي لازم البنات برضو في المجتمع يتربوا على الكرامه والعزه وكده. يعني ايه مثلا، هي ما هو المفروض الاب ما يضربهاش عشان بالتالي ما تتعودش ان الضرب ده حاجه عاديه. أيوة أيوة أيوة. فيجي تمام. بقى جوزها يضربها وايه. تمام تمام، خلينا بس نتفق اتفاق. بس هي دي النقطه اللي عندي، لكن غير كده حضرتك جاوبها بقى. طيب خلينا نتفق اتفاق، اولا احنا ضد الضرب قولا واحدا طبعا، ومحدش يستدل، وانا دايما اقول كده، بقول الله تبارك وتعالى واضربوهن، ان انتوا مش فاهمين السياق ماشي ازاي. خلاص كده من اول ليله، ده لا في وعظ ولا هجر ولا اي حاجه، راح ضرب على طول. فده احنا ضد الضرب قولا واحدا يعني، لكن مش ضد، انا ضد ده، وضد ايضا ان انا عشان اول مره كده فالاهل يتدخلوا يلا نطلع بقى، ده خطا. لكن انا ممكن ابدا اعمل عمليه الوعظ زي ما انا قلت كده، القران قال وعظ اولا ثم التهديد ثم الضرب، والضرب يكون بالقضاء مش بالايد، ماليش علاقه انا. فانا كذلك الامر هيبقى فيه قضيه وعظ، الله اعلم ممكن يكون حالته النفسيه كانت عامله زي، مش مبرر، ولكن اقعد اتكلم معاه واخد بالك، خاصه ان هي يبدو ان هي كانت بتحبه ويبدو ان هي كانت عاوزه تكمل معاه. لكن ده الشق الاولاني، مش على طول من اول مضرب كده اروح افهم الزوج. افهم هو يقول لك والله انا مش فاهم، يعني انا ما اعرفش، عرفوني يا جماعه، انا غلط، انا اسف واعتذر والدنيا تمشي، فانا مش عاوز طلاق. فاقول يلا ان شاء الله الدنيا تمشي، بيتأدب يتأدب بأي حاجة بس غير الطلاق دلوقتي، إلا لو تكررت بقى المسألة دي في حاجة تانية. الحاجة التانية يا أستاذة دعاء، إن تدخل الأخ في حياة الأخت ويبدأ يهدده، هذا ظلم بين. وبعدين هي تطلب الطلاق، أنا مش عاوز أقول لها أنا بقى اللي عملته صح هو تم، لا نتكلم في صح ولا نتكلم فين في غلط، بس نصيحة، لا يجوز للأهل أن يتدخلوا بهذه الصورة البشعة في حياة ابنتهم أو حياة ابنهم، ويبدأ من خلال التدخل ده يحصل الفرقة. احنا ما بنتكلمش بفرقة اولا، احنا بنتكلم في لم شمل قبل كل شيء. فما عرفناش نلم الشمل يبقى نلجأ الى الايه، الى هي بقى دلوقتي كان خلاص هي الطلاق، خلاص الموضوع انت قفل. انت بس اختاري بعد كده بس انا كلمة للأهل، ما ينفعش اللي احنا نتدخل بالصورة البشعة دي. اللي انا ده ارضى لاختي وده ما ارضهوش لاختي، امتى يتدخلوا؟ لو ده صالح ولا مش صالح، ده اللي انا ابدا اتدخل فيه، غير كده لا. معانا الاء، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا حبيبتي سؤالك. السلام عليكم الاول. عليكم السلام. انا عايزاكي تقولي سؤالك سريعا عشان انت اخر مكالمه في الفقر. حاضر، بقول لحضرتك انا كنت حامل وسقطت في اسبوع. حبيبتي حضرتك ايوه، ده اول حمل يعني ليكي؟ انا بقالي سنه ونص متجوزه وربنا ما كرمش يعني، وربنا كرمني وسقطت في اسبوع، كان بقالي اسبوع بالظبط، فربنا ما اردش ان هو يجي يعني تاني. معلش، الحمد لله على ربنا يرزقك يا رب. الحمد لله. عايزه اعرف بس لو يعني انا ينفع اصلي ولا لازم يعدي عليا ال 40 يوم؟ لا مفيش 40 يوم بعد اللي فاتوا. انت الدم اول ما بالدم بيرتفع خلاص، وتبداي تغتسل وتتوضي وتصلي، مفيش حاجة. أصلك أنا كنت بصلي، فبنت خالتي قالت لي لا ما ينفعش، لازم يعدي عليك 40 يوم عشان أنت كده مش طاهرة. لا لا مفيش، ده مفيش كده خالص. على حسب، ما احنا حسب أول ما الدم يرتفع خلاص الموضوع انتهى. أبدأ أغتسل وأصلي ومفيش مشكلة خالص. حتى المرأة اللي بتلد المدة دي، ممكن واحدة يجي لها أسبوع وممكن 20 يوم وممكن 30 وممكن 40، واخده بال حضرتك؟ هي 40 و60 دي جابوها منين؟ من خلال الاعراف يا استاذه دعاء. مفيش نص بيقول الكلام ده. لكن اول ما يرتفع الدم اغتسال وصلاه وانتهت. تمام، وربنا يعوضها، وربنا يعوضك خير ان شاء الله ويرزقك الخير. شيخ احمد بشكرك في نهايه فقرتك. الله يحفظك، ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.